لو قال قائل: ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ هل هناك توافق بين الاستغاثة والدعاء أم أن هناك فرقا؟ نقول إن هناك توافقا بين الاستغاثة والدعاء من وجه، وهناك افتراق من وجه آخر، وذلك أن كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يتضح هذا بما يأتي. نقول إن الاستغاثة تكون في إزالة المكروه، وأما الدعاء يكون في إزالة المكروه وغيره. ومن ثم من يستغيث بالله يستغيث بالله من أجل أن يدفع عنه الضر، وأما إذا دعا الله عز وجل فإنه قد يدعوه لكشف ضر أو لجلب نفع. ومن ثم فإن كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فيكون الدعاء أعم.